بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. النقاط التسعة لإزالة الزكام والتهابات الجيوب الأنفية، وكذلك لزيادة التنفس، بتحسن تنفسك في أي وقت وبفترة 3 دقائق. ماذا أفعل؟ بدي استعمل في نقاط هون موجودة بوجهي، هون موجودة بوجهي، بدي استعمل إصبعين صغيرين. ليش؟ لأنه نقاط صغيرة. بستعمل البهم، ممكن تستعمل البهم، بس نقاط صغيرة، استعمل أداة صغيرة. سو هنا اولا هون تحت الحاجب، هيدا الحاجب عم تشوفوه هون على الكاميرا، هون الحاجب، نهايه الحاجب بوضع اصبعين لمده تقريبا قديش 4-5، خلينا 7 ثواني، لان نحن كاسلام الطواف 7، لذلك نعملها مستحبه اكثر، سماوات 7، ارض 7، كذلك بغض النظر بحطها هيك 4 ثواني، ومن ثم اكون بهيدي الحركه او بهيدي الحركه، بس هيك للخارج افضل طواف خيرة. اي بس هاي، بس انت في نظارة، شيل النظارة. شيل النظارة. يلا بتطلعوا فيني الان، حطوا النقطة هون. هلا فيكم تحركوا اصبعكم، فيكم ما تحركوا، بس تحريك الافضل، هيدي تجربتي. ثم بدنا نروح على منتصف الحاجب، يعني حاجب هون منتصف، هيدا تصاعد. في عنا واحد صاعد، لا مش هيك، انت هيك صرت صينية من الصين. يهوى بتروحي لهون. اي تروحي لهون على هيدا هون، يعني وين انا هون؟ كل انسان عنده منا هيدي اعلى وحده، اعرض وحده، بس هلا بتشيلي حاجبك انت ما بتعرفي وين العرض. سو هيدي هي هون تقريبا. اوكي كمان تضغطي عليها 4 ثواني، عظيم. هلا بدك تطلعي فوقها بالضبط، فوقها هيك مثل خط بارلل. اوكي هيك يلا 7 ثواني. الان بدنا نروح لنهايه الحاجب، لك تسلي فيها، هيدي اللي نهاية الحاجب. هلا بنرسمكم اياها بتطلع شكل قلب، سبحان الله. اي هلا برسمها، ما انا رسمتها طلعت هيك، حطيت رسمت قلب طلعت هيك، هيدي هي هون. خلص هيدي هي النقاط. سو نقطة 2-3-4. اوكي الان بنزل قرب انفي، نهاية انفي، ليس هون هيك هون. هيدي الخيشومة، بحط اصبعي هيك كمان 7، ما نعد، بس هي تقريبا 7. الآن ببعد إصبعي شوي هيك، بعدين هون في عظمة كبيرة، هون في عظمة بالجمجمة، في عظمة. سو بحط إصبعي هيك للأعلى، خلاص هيدي. عيدها مرتين ثلاثة ولاحظي نفسك. حسان ما بتعرفي هلا لأنك أنت عم تدرسيها. نعم لا الخياشيم والنفس والجيوب الأنفية بتنفع على كل شيء. في ناس جربتها قالت لي بتنفع على وجع الراس، وليك على السريع كيف وربك يعلم كيف يصير، بيفتح كله كيف بيفتح هون هيك. اصبعين صغير، انت عم تستعمل الباصمين، انت عم تستعمل هيدي الكبار. سو بس بغض النظر استعمليها جربي، بس انا دائما بستعمل هيك. لاحظوا يعني رح اعملها مره ثانيه، ناخذ نفس. ليه بدي اخذ نفس وبتنفس؟ لاعرف الفرق. عظيم. الان انا نيتي، بدي وضع النيه. لماذا اضع النيه؟ لكي يعرفوا الخلايا ماذا اريد، اقوم بهيدي العمليه. طبعا ما تكلمي هيك على صوت عالي، انتبهي بينك وبين نفسك. اقوم الان لازاله زياده النفس وفتح الخيشوم وازاله التهابات الجيوب الانفيه، بس هيك لمحه، لا تقولي فيربل، بس النيه، وضع النيه لكي يعرفوا الخلايا المسكين ماذا تريد. خلاص اقوم بهذه الحركه. ما بدي شيل اصبعي، بده يضلوا اصبعي هيك على الطريق. جربوها الان واستشعروا بنفسكم وخبروني. انا قمت بسرعه، هي تقريبا 7 ثواني. خلاص لك عجيبة، سبحان الله عجيبة. هيدي شوف كيف ارتحتوا، ليك وجهكم هدي، ماذا فعلنا؟ لك هيك كبستنا على وجهنا، كيف حسيتي فرق؟ ليك بدتني؟ شو حسيتي؟ ما. اي بس انفك ما فتح؟
بس ارتحتي عادية 3-4 مرات يعني عادية 7 مرات ما قلنا 7 خليها 7 مرات بس عمليها 7 مرات الآن طبعا ليست مسحة أنت هون عملي هاي لك يعني أنا صراحة أنا جربتها شخصية لك يعني جربتها عدة مرات ليه ما يعني أنا مش إنسان بزكام وغبائي مليون شغله بتصير سو هي بنعملها هيدي بتفيدنا عمليها للطفل هو نايم لابنك الصغير لابنك لو عمره شهرين لو بعده باول يومين وعنده هيك انسداد عملي له اياها هي هو يعني 1 2 3 4 5 6 7 7 نقاط 7 انا قلتهم 9 بالغلط يلا هيدي هي خلاص هلا ما بيفيدنا هيدي لان هولي اشياء ان هولك تعاليم قد ما بدك موجوده بموقع الفن العايش بسلام وبصفحه الاختصاصي محمد رضا عمرو في الاف التعاليم طبعا كل المشاركين والمشاركان بدورات علاج الذاتي يحصلون على دعم علمي واستشارات علاجيه مدى الحياه عندكم جروب خاص في 100 100 100 100 100 100 صور والله ما بعرف ما فينا عدو يعني في ناس بتقول لي انا مليت لا استطيع النزول لاسفل الجروب ما فيك تنزل لاسفل الجروب لانه مليء بالصور العلاجيه السريعه والفوريه شكرا لوقتكم بتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.